Hola, por favor, quédese en su hogar para su seguridad y la de su sociedad. Muchas gracias. السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم قناة نسيمة ياسمين. بغيت نوجه لكم واحد الكلمة مع هاد الفيروس الفتاك. بقاو في ديوركم من أجل سلامتكم، سلامة وليداتكم والمجتمع. Stay in your home for your safety and for your society's safety. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وخواتاتي المغاربة. شوفوا من حال الفقراء اللي ما عندهمش باش يشريوا هذاك الكم الهائل ديال السلع. نكونوا يد في يد لمحاربة هذا الوباء إنسانيا. راحنا خوت، ودائما نكرر صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذه كلمة ديالي في حق خوتي وخواتاتي المغاربة. غادي نقول لهم لازم نكون يد وحدة، لازم نقفوا مع بلادنا، لأن إلا وقفت أنا وقفتي نتايا غادي نحدو من هذا. لازم نلزموا بيوتنا خوفا على ولادنا ولا أمهاتنا ولا أبائنا ولا زوجاتنا ولا أزواجنا. نكونوا يد وحدة، نحاربوا هذا الفيروس هذا، لأن إلا خفت أنايا وخفتي أنت أكيد غادي نحدو منه. كذلك غادي نشكر الطاقم الطبي، وغادي نشكر الأمن، لأنهم فعلا هم اللي في الواجهة وهم اللي واقفين معنا وحامينا. شكرا لكم بزاف. معكم قناة إيمان سوس، مع السلامة.